تحت أشعة شمس قبرص التي تستضيف مؤتمر قمة مجلس صانعي السياسات في المركزي الأوروبي، يأتي الإعلان عن إطلاق مشتريات السندات الحكومية بقيمة 60 مليار يورو في الشهر. البرنامج يهدف إلى إحياء التضخم والحفاظ على الانتعاش، سيبدأ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 9 مارس/آذار، وسوف يستمر على الأقل حتى سبتمبر أيلول من عام 2016. ماريو دراغي يقول: التخفيف الإضافي الكبير في سياستنا النقدية يقف ويدعم ويعزز ظهور تطورات أكثر إيجابية لاقتصاد منطقة اليورو. ظروف السوق المالية وتكلفة التمويل الخارجي للاقتصاد الخاص أصبحت أكثر ليونة. لقد تحسنت ظروف الاقتراض للشركات والأسر إلى حد كبير. وكدليل على تحسن الإطار العام، البنك المركزي الأوروبي رفع توقعات النمو لمنطقة اليورو لهذا العام والعام المقبل بواقع 1.5 و1.9% على الترتيب. التضخم الذي بلغ الآن ناقص 13 النقطة المئوية من المتوقع أن يصل عند مستوى الصفر هذا العام و1.8% في عام 2017، والذي يعد قريبا بما فيه الكفاية لهدف البنك المركزي الأوروبي. ماريو دراغي مجددا: البنك المركزي الأوروبي وحتى اليوم قدم لليونان 100 مليار يورو، وتضاعف الإقراض من 50 إلى 100 في الشهر الماضي. حتى بهذا المعنى يمكن القول إن المركزي الأوروبي هو البنك المركزي لليونان وكذلك لسائر البلدان الأخرى. البنك المركزي الأوروبي حريص على البقاء بعيدا عن الجدل السياسي حول مستقبل اليونان، بينما يشير دراغي صراحة إلى أن المصرف لن يسمح لأثينا بإصدار المزيد من الديون قصيرة الأجل في سبيل حل مشاكل التمويل.